أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، متواصلون في خدمتكم إلى غاية الساعة 11 صباحا، ونمر إلى موضوع آخر، حيث يصادف اليوم الفاتح من أكتوبر إحياء يوم الطفل العربي، وهي مناسبة تحييها الدول العربية وتحتفي بهذه الشريحة المهمة والحساسة من المجتمع، والتي تعمل الجزائر على ترقيتها وحمايتها بالترسانة من القوانين والآليات والهيئات. نتحدث عن حماية الطفولة في الجزائر والنتائج المحققة في المجال، وكذا نتطرق لآليات وسبل ترقية الطفولة من خلال مرافقتها لتفجير طاقاتها وإبداعاتها. كل هذا بعد أن أرحب بالسيدة المفوضة الوطنية لحماية الطفولة لدى الوزير الأول السيدة مريم شرفي. صباح الخير. صباح النور، شكرا على هذه الاستضافة وجمعة مباركة. شكرا جزيلا لك. إذن سيدة مريم شرفي، ربما نبدأ في سؤال أولي، أهمية هذه الأيام لما نتحدث عن اليوم الوطني، نتحدث عن اليوم العربي، نتحدث حتى عن اليوم العالمي لحماية وترقية هذه الفئة، هذه الشريحة المهمة في المجتمعات. أكيد. أولا نعاود شكري، سعيدة جدا أني متواجدة معكم اليوم ونتكلم على موضوع مهم جدا، هو موضوع الطفولة. شكرا. اللي نقول أنها لازمها في كل يوم يكون عندها موضوع، لأن الأطفال مش يعني ما نتكلموش عليهم غير فقط في المناسبات. لكن أهمية هذه المناسبات أننا نوقف نقيم نفوسنا، واش عملنا بالنسبة للطفولة، واش هي الأشياء والتحديات اللي لازم نعملها أكثر في الميدان. اليوم نحتفل بيوم الطفل العربي، تعرف هي ذكرى مهمة جدا لأنها ذكرى استشهاد شهيد الطفل محمد درة في فلسطين. وبالمناسبة هذه نحيي كل أطفال فلسطين إن شاء الله وكل دول العربية وبالضبط أطفال الجزائر. يقبلون أيضا على يوم مهم جدا، هو 20 نوفمبر. تعرف 20 نوفمبر هو تاريخ إصدار الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، هو اليوم العالمي لحقوق الطفل. وكنا لما نتكلم على الطفولة نتكلم أولا على الشريعة الإسلامية، لأنه دائما نقول أن ديننا الحنيف هو اللي قبل كل شيء أعطى الحماية الكبيرة للأطفال، واعتبر أن الطفل منذ أنه جاء الدين الإسلامي والقرآن الكريم الطفل عنده المكانة الكبيرة. لكن على المستوى الدولي نتكلم على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، اللي كانت الجزائر أيضا من أوائل الدول اللي صدقت عليها، واللي نصت لأول مرة في مجال يعني معاهدات دولية على أن الطفل هو كيان، هو إنسان عنده نفس الحقوق اللي يتمتع بها البالغ، وأيضا عنده حماية خاصة نظرا لصغر سنه. ومن هنا نتكلم على الجزائر بالضبط. أكيد أنه بلادنا، شوف، منذ الاستقلال كانت الجزائر لازم عليها ترفع تحدي، لأنه من مخلفات الاستعمار أنه خلى طفولة فقيرة يتيمة مشددة، خاصة مشتتة، الأمية نسبة الأمية كانت كبيرة كتير جدا. رفعت الدولة الجزائرية تحدي وأعطت اهتمام كبير بالطفولة، وفي كل مرة تشوف أن الجزائر تسن قوانين دائما تهدف إلى حماية الطفولة. وهذا ربما السياق، يعني المشرع الجزائري سيدة شرفي أكيد. في كل مرة يحسن من القوانين أكيد. ويقدم الترسانة القانونية اللازمة لحماية هذه الفئة، حتى أن استحداث تلك الهيئة كان في إطار هذه القوانين وهذه الآليات للتحكم في حماية هذه الطفولة وفي ترقية هذه الطفولة. يعني عملكم عمل على محورين. أكيد مهم جدا الكلام اللي راك تقوله سيدي المحترم. أولا لما نتكلم على القوانين نتكلم على أهميتها، لأنها هي اللي تنظم المجتمع. لما نتكلم على الطفولة نصيب الدستور الجزائري الأخير، مهم جدا أنه جاب أولا هو أعطى اهتمام كبير بالطفولة، لكن لأول مرة في الدساتير الجزائرية نصيبه مبدأ مهم جدا، هو مبدأ المصلحة العليا للطفل، المصلحة الفضلى للطفل في المادة 71. هذا معناه أننا كلنا كمرأة في خدمة في الطفل، كل واحد في مكانه في خدمة مصلحة الطفل، لأن الأطفال هم مستقبلنا، هم صانعي الغد. نتكلم على القانون، لكن تفضلت وقلت الآليات. لما نتكلم على القانون، احنا عندنا ترسانة قانونية مهمة جدا، آليات الترسانة، ونفتخر بهذا ونقول أننا رانا في رائدين بالنسبة للدول. عندنا قانون حماية الطفل، أيضا هذا القانون اللي جاب آليات للتطبيق في الميدان. ونتكلم على الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، هذه الهيئة اللي أنشأت بموجب قانون حماية الطفل، ونظرا لحجم مهامها وضعت لدى السيد الوزير الأول. تعرف لما نتكلم عن الطفولة نتكلم علينا كنا، نتكلم على الجميع، على تنسيق الجهود. من مهام الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة تنسيق جهود كل المتدخلين في مجال الطفولة. وأنا ممكن نقول لك أنه في آليات وضعناها، وربما أهم شيء في مجال التنسيق هو أننا نصبنا لجنة التنسيق الدائمة للهيئة الوطنية، متكونة من كل يعني قطاعات الوزارية ذات صلة بالطفولة، من المجتمع المدني اللي دائما نعتبره شريكنا
الدائم في الميدان، لأنه هما عينينا في الميدان كهيئة دولة، وأيضا من كل قطاعات الأسلاك الأمنية. نتكلم على آليات أخرى، هي لجنة الموضوعاتية لصحة الطفل، وإحنا نتكلم في هاد يعني عشنا، العالم كله عاش أزمة وباء الكورونا، وإن شاء الله شفاء العاجل، يعني مرحلة حساسة جوز الأطفال، لابد هنا كيف نخرج هاد يعني التخوف تاع الأطفال والصدمة تاع الأطفال نتيجة هاد الوباء عن طريق الصحة العقلية. هنا نتكلم على الصحة العقلية للطفل، وأيضا الحرائق اللي عرفتها بعض المناطق الأخيرة اللي عاش فيها الأطفال نوع ونوبة من الخوف ويعني الأزمة والصدمة اللي شافها، هذه كلها تبقى من مجهوداتنا كلنا. يعني كان هناك تكييف لعملية التكفل حسب المستجدات، حسب الذي ترى. أكيد، لأنه هذا هو المهم، كيف نعمل على أننا نتصدى ونخرج الطفل هذا من هاد يعني الأزمة والصدمة اللي عاشها. إحنا كهيئة وطنية ربما نتكلم بعد على آليات حماية الأطفال في خطر وحدهم، لكن نتكلم على الرقم 11-11 اللي هو آلية مهمة جدا، تعرف ونقولها دائما، وأيضا هذا الرقم أصبح يحفظ الأطفال، نعتز به في الجزائر، أنه للجزائر والدولة الجزائرية وضعت رقم أخضر لحماية الطفولة. إحنا كنا نشوفه في دول متطورة نقول عندهم أرقام لحماية الطفولة، حاليا إحنا عندنا رقم، وربما رقم سهل جدا. نتائج سيدة الشرطة، تعرف أنه يوميا على مستوى الهيئة الوطنية وبالضبط في خلية تلقي الإخطارات، لأنه وراء هذا الرقم خلية لتلقي الإخطارات، خلية مكونة، تلقاو عدة تكوينات مكونة من أخصائيين نفسانيين حقوقيين وأطباء، وهم يعني تلقاو تكوينات، ونحن دائما نصر على التكوين المستمر لهم في تقنيات الاستماع، في تقنيات توجيه المواطنين. نتلقى يوميا من 5000 إلى 10000 مكالمة. رقم مهم، رقم كبير جدا. هي مكالمات تعبر على انشغالات المواطنين في الملفات متعلقة بالطفولة. يعني عندنا أطفال يتصلوا بنا، هذا السؤال ربما، هوية المتصلين، أطفال يتصلوا بنا بدون ما نخدش في الإخطارات، لكن بالنسبة للمكالمات أطفال يحبوا يسقسي ويشوف رقم 11-11 الهيئة الوطنية، عنده بحث حول حقوق الطفل، عنده مشكل ما متعلق، يعني هي المرافقة لكل الشرائح فيما يتعلق بالطفل، الأسر أكيد، لأنه كانت عندنا تجربة في وباء كورونا أننا فتحناها لتقديم الدعم النفسي للعائلات عن بعد، وأيضا بالنسبة للحرائق، لأنه العائلات كانت في ارتباك، أكيد يعني أكيد. والارتباك نقلته للأطفال، نقلته للأطفال، وكيف هما حتى العائلات كيف حبوا هذا، كيفاش نرافقهم في أنه هذه الصدمة اللي هما أيضا عاشوها الكبار ما ينقلوهاش لأطفالهم، وكيف ممكن أننا نكون برفقتهم باش يقدروا يكونوا يتصدوا ويرافقوا أطفالهم في هاد يعني في هاد الأزمات اللي عشناها. طيب، أيضا حبيت نقول فقط ممكن هي في نقطة مهمة، نقطة هذا الرقم الأخضر، ليس فقط ربما للانشغالات أكيد، وليس فقط الاتصالات اللي يحبوا من خلالها أكيد الأولياء أنهم يفهموا طريقة معاملة الأطفال، لكن هذا الرقم الأخضر ربما حل مشاكل كبيرة. نتحدث ربما عن التبليغات، نتحدث عن الأطفال اللي يكونوا في خطر، تلك الفئات التي يتهددها العديد من الأخطار، كيف أسهم هذا الرقم؟ شوف، احنا كنا نتمناو انه الاطفال هم فرحتنا، هم ابتسامتنا، هم كل شيء في حياتنا، نتمناهم انهم يعيشوا في ظروف حسنه، ومن واحد فينا ما يتمنى يشوف دمعه طفل أكيد، ولا حزن طفل، لكن لسوء الحظ هي شيء موجود في كل عالم، ممكن تكون ظروف تمس بحقوق الطفل، وقانون حمايه الطفل يتكلم على فئه الاطفال في خطر، هم الاطفال اللي تكون صحتهم، تربيتهم، اخلاقهم، امنهم في خطر، اما دوك ولا يكونوا في بيئه تعرض المستقبل تاعهم للخطر. قانون حماية الطفل نص على مجموعة من الحالات على سبيل المثال، مثلا تسول بالطفل، الاستغلال الاقتصادي للطفل، يعني بقاء الطفل دون سند عائلي، سوء معاملة الطفل، عدم التحكم في تصرفات الطفل، لأنه في بعض الأحيان الطفل في مرحلة ما ربما يحب تكون فيها اضطرابات، هذه كلها حالات يعتبر فيها الطفل في خطر، لابد أننا نتدخل في الوقت المناسب ونحل قوس في هذه النقطة، مهمة جدا، لأنه كل ما كان التدخل في الوقت المناسب كل ما كانت النتائج أحسن.
رقم 1111 يضاف إلى آليات أخرى وضعناها أيضا، هي مثلا البريد الإلكتروني لاستقبال بمقال الهيئة، وأيضا أنا كنت أعلنت عليها أنه رانا في إطار التحضير لتطبيقها على المستوى الهاتف الذكي، تسهل أيضا على كل المواطنين أنهم يتصلوا في حالة ما يسمعوا أن هناك طفل يتم بمساس بحقوقه، وحتى الأطفال يتصلوا بنا. نتلقى إخطارات حول مساس بحقوق الطفل تقريبا في اليوم حتى 20 إخطار مختلفة. هذه الإخطارات تعرف أنه في حتى أطفال يتصلوا بنا، مثلا في المرة الأخيرة طفل ما جاش للمدرسة، زميله اتصل يقول أنا صديقي ما جاش للمدرسة، بدأ الدخول المدرسي وما جاش. عندنا أطفال، نفهم أنه هناك ثقافة زرعت الحمد لله. شوف مازال علينا مازال عمل كبير، وهنا نقول أنه للإعلام دور كبير في مجال نشر ثقافة الإخطار، لأنه الإخطار عند المساس بحقوق الطفل هي واجبنا كلنا. قانون حماية الطفل أعطى حماية كبيرة للشخص المخطر، ربما في بعض الأحيان الأشخاص يتخوفوا يقول لك أنا لما نخطر ربما راح ندخل الإشكال. في إشكالات أخرى. قانون حماية الطفل يقول أنه أولا نحافظ على هوية الشخص المخطر، إلا إذا كان هو رضا يقول لك أنا ممكن تبلغه عن هويتي. مع هذا احنا في الهيئة الوطنية نفضل يعني دائما نحترم هوية الشخص المخطر. في حماية أخرى أنه بمجرد أني نشك فقط أن هناك طفل قد يكون هناك مساس بحقوقه ومانيش متأكد، أنا نخطر الهيئة الوطنية، وإحنا دوك نتكلموا على طرق معالجة هذه الإخطارات، إحنا نتحرك. وحتى لو بعد ما صارت التحريات والتحقيقات ويبان أن الطفل هذا ما هوش في خطر، ما كان أي متابعة لا جزائية ولا مدنية ولا إدارية على الشخص اللي قام بالإخطار إذا تصرف أكيد بحسنية. يعني هذا ليوضع يعني المخطر في ظروف، سمح له أنه يبلغ أكيد. أنا نحيي أيضا يعني فعاليات المجتمع المدني اللي رمى فيها شريك مهم، شريك مهم جدا. احنا عندنا شبكة مجتمع مدني لتعزيز حقوق الطفل متكونة من أكثر من 150 جمعية عبر كامل التراب الوطني، اللي راهم يقوموا بدور فعال وجبار في الميدان، سيما في الدخول المدرسي والمرافقة العائلات الهشة. أنا وليت يرسلوا لي صور أنهم في مدخل المدارس الابتدائية يديروا جداريات حول رقم 1111 أكيد، لأنه مهم جدا. شوف أنا نتمنى أنه كل طفل يبدأ يكبر، حتى العائلة إلى دورها كبير، أنه تبلغهم أن هناك رقم وضعته الدولة لحماية حقوقهم. طيب. هذا الرقم السهل المجاني مهم جدا، نعود نركز على المجانية لأنه في اتصالات كثيرة تلحقنا، وربما في بعض الأحيان المواطنين لما تطيل فترة الانتظار ربما يظن أنه ما هوش مجاني، نقول لهم أنها مجانية، رقم مجاني. إحنا نتلقاها أيضا اتصالات من كل ولايات الوطن. آخر شيء هي مسؤولية جماعية، هي مسؤولية مجتمع أكيد. يعني التريث أو التردد في التبليغ ربما هي مسؤولية أخلاقية قبل شيء. أكيد أكيد، لأنه شوف ربما هذه الدقيقة اللي نضيعها ممكن أنه ننقذ حياة أكيد مثل. في دقيقة واحدة نقدر ننقذ حياة طفل. تعرف أنا دايما كنت تكلمت مرة على طفل اتصل بنا بعد ما مريت أنا في حصة تلفزيونية ورفض الرقم تاعه ويقول أنا كيف أنا ما حميتونيش ما لحقتونيش، قلنا له راك اتصلت بنا، قلنا أنا نعاني وحكى لنا معاناة كبيرة وطفل صغير سنه ما يتجاوز 5 سنوات وكان في اتصال مباشرة مع سارة. إن شاء الله تكون هذه اللقاءات فرص ربما. أكيد هي فرص أننا نلحق لكل إنسان أنه بإمكانه عن طريق تقنية الهاتف، مهم جدا أنه يتصل. لكن المهم معلومة اللي نحب نعرفها إحنا فقط، ما نوع الخطأ اللي يمس الطفل وأين يوجد هذا الطفل، لأنه حتى نتحرك ونروح المكان وجود الطفل لابد أنه يكون عندنا عنوانه. الإخطارات نعالجها بطريقتين، إما يكون إخطار يتطلب بحث اجتماعي عن طفل ظروف معيشته، مثلا كثير من العائلات وظروف يعني حتى نعاود نحل قوس ونعطي المثل تاع فيروس الكورونا اللي ربما أثر على القدرة الاجتماعية لبعض العائلات، وين بعض العائلات تقول لك حتى يعني باش نشري أدوات للطفل ما عنديش. في اتصالات كثيرة احنا نبعث مباشرة إلى مصالح الوسط المفتوح، لأنه هناك تكفل مباشر من قبل أيضا اللي نحييهم ومتابعين لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، متشكلين أيضا من مربيين مختصين حقوقيين، هما دورهم أنهم ينتقلوا إلى مكان تواجد الطفل ويديروا تحقيق وبحث مع الطفل، مع العائلة تاعه، مع الأسرة تاعه، المدرسة، ويحاولوا يبعدوا الخطر عن الطفل مع إبقائه داخل الأسرة. مهم يعني أنه نحافظوا عليه داخل الأسرة. هذا مهم جدا، أنه مصالح الوصل المفتوح هدفها إبقاء الطفل داخل الأسرة. مع اتخاذ تدابير مع الطفل، مثلا
الطفل كما تكلمنا من بين الحالات، الطفل ربما يبدأ فترة اضطراب في سلوكه، ممكن مع مصالح الوصل المفتوح يعملوا مع هذا الطفل ويتفقوا معه في ضمن، هي مهم جدا التدابير الاتفاقية اللي ترجعنا لوحد المبدأ المهم جدا هو إشراك الطفل. أكيد. كيف نشرك الطفل وناخذ رأيه في كل الأمور اللي أتهمه، وهذا مبدأ احنا هاد السنة في الهيئة الوطنية فضلنا نعمل كتير عليه، كيف نعطي الكلمة للطفل، كيف نستمع له، كيف حقه هذا في المشاركة يمارسه. في حالة تانية لما يكون الخطر ربما خطر محدق للطفل ويتطلب إبعاده ولو مؤقتا عن الأسرة، هنا نحيل الإخطار إلى السادة قضاة الأحداث. طيب، نظرا لضيق الوقت نمر ربما إلى الشق الثاني، هو شق ترقية الطفولة. يعني إذا كانت الحماية لديها هذه الترسانة القانونية وهذه الآليات وهذا الرقم ووجود ومشاركة الكل من مجتمع مدني ومن هيئات وطنية، ترقية الطفولة ربما هو محور تشتغلون عليه كثيرا في هذه الهيئة. لدينا طاقات، لدينا تلاميذ أو أطفال أثبتوا إبداعاتهم، كيف نرافقهم لتفجيرها أكثر فأكثر؟ هي حقوق الطفل كما تدل على اسم الهيئة الوطنية عندها جانب الحماية وجانب ترقية حقوق الطفل، أيضا كما تفضلت وقلت أنه يكون مع كل الفئات المجتمع. إحنا بالنسبة للأطفال تعرف أنه سنة 2020 عند الاحتفال بالأيام الخاصة بالطفولة، ونعود نقول أنه هذه الأيام هي مناسبة نوقف فيها أنه نقيم أنفسنا، هي فرحة للأطفال لكن إحنا الكبار اللي نعمل في مجال الطفولة وقفة تقييم محاسبة وقفة تقييمية وما هي التحديات اللي لازم نمشي فيها. فكرنا في أول نوفمبر 2020 في أول جوان 2020 كيف ممكن نشرك الأطفال ونخليهم هم في فترة حجر كان حجر صحي أنهم يبحثوا على حقوقهم بطريقة ذكية. عملنا مسابقة أولى مع الأطفال كانت بتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للطفولة، وطلبنا من الأطفال أنهم يبدعوا بالشيء اللي يحبوا، القصة، الرسم، الغناء، يعني الشيء اللي يحبوا به ويشاركوا في مسابقة. ودلنا نتائج هذه المسابقة كانت بمناسبة يوم مهم جدا وتكلمت عليه دوك، اليوم الوطني للطفل. مهم جدا أيضا أننا نعرفوا أنه في الجزائر يوم وطني للطفولة في الجزائر هو 15 جويلية من كل سنة. الأطفال بدأوا نقول لك كانت عندنا مشاركات كبيرة، والله في تقييم لجنة التقييم قالت لك أنا يعني صعب جدا أن نقيم نشاطات الأطفال، كانت إبداعات، كانت مشاركات في نقدر نقول أنها من أكثر ما يمكن أننا نشوفها من إبداع. تعرف أنه حتى قانون الطفل يتكلم على الطفل الموهوب الطفل المبدع، وشفنا احنا مشاركات اطفالنا مؤخرا ونجاحهم بالمراتب الاولى، يعني سبقت الحساب الذهني، اطفالنا مبدعين نعطيهم فقط الفرصه كيف نفجروا فيهم هذاك الابداع، وهذا هي اهم شيء وهو دورنا كنا كيف نفجر هذا الابداع في الاطفال. هذه السنه ايضا عملنا نفس الشيء بمناسبة أيضا 1 جوان اليوم العالمي للطفولة، وكانت النتائج في 15 جويلية لأنه هذا اليوم مهم جدا، حبيت كل الأطفال يعرفوا لأنه ربما ما تكونش الدراسة في 15 جويلية، لو كانت المدارس مفتوحة في بالعكس يكون عنده تفرغ كان يكون لكن مع ذلك كان حب كل واحد يعرف أنه 15 جويلية هي وقفة لنا كجزائريين مع الطفولة، هو يوم وطني للطفل، تاريخ صدور قانون حماية الطفل. ترقية حقوق الطفل هي مسؤولية الجميع، الإعلام اللي عنده دور كبير في أنه يعرف بحقوق الطفل، لأنه لما نقول حقوق الطفل ما يكفيش نسردها، يكفي نمارسها. كيف نمارسها؟ كيف أطفالنا صح؟ أنا الطفل اللي لما يقول لك أنا حقيبة تاعي ثقيلة، هذا تعبير عن رأيه وصحيح، حقيبة المدرسية ثقيلة. لما الطفل يعبر على أنه ما هوش حاب يروح لهذا المكان اللي الترفيه في العطلة أو حاب يروح لهذا المكان، لما نشارك الأطفال بتبدأ من الأسرة وتروح حقوق تبدأ سيدة مريم شرفي من الاستماع إليه. أكيد أكيد. لا شوف في كل أمور أنا نقول للأطفال وكل ما تكون عندي مناسبة نقول لهم ماسوا هذا الحق تاعكم، الاستماع لكم، إعطاء كلمتكم في الأمور التي تهمكم، وأكيد تحت إشراف الكبار والعائلات والأولياء، لكن لابد دائما أني نشرك الطفل، تبدأ من ربما من أقل الأشياء، كيف نعرف الطفل أنه مثلا كيفاش الطفل اختار بين فاكهة كذا وفاكهة كذا، هو اختيار كيف رغباته. أنا نحب ندير رياضة كذا منداش رياضة كذا، حب ندير موسيقى في كذا منداش، يعني هذه ميوله، هنا تبدأ تكوين شخصية على الطفل. وهذا كيف ممكن يبدأ من هنا الحق، من هنا يبدأ الحق، يبدأ من داخل الأسرة، للأسرة على باك هي الخلية الأساسية في تكوين شخصية الطفل. إحنا فترة مهمة في حياة الطفل هي الطفولة الصغيرة، اللي عندنا نشاط كبير في هذه المرحلة، لأنه هذه المرحلة يعرف الطفل الخطأ
والصواب ويكون شخصيته، وتعرف أنه إحنا عندنا زيارات ميدانية إلى كل ولايات الوطن. هذا مهم جدا، لأنه لابد أننا نوقف على وضعية الميدانية للطفل في كل مؤسسات والمصالح. يعني هنا نتحدث عن دور الرقابة أيضا. أكيد دور الرقابة، لأنه تشوف خلال زيارات الميدانية تشوف نماذج رائعة في مجال حماية الطفولة، وأكيد في بعض الأحيان تشوف أمور ناقصة اللي يتطلب لازم علينا نقضوا على هذه الظروف الناقصة خلال زياراتنا الميدانية الولايات الأخيرة اللي عملناها هذه المرة في خلال تمن راس أو ولاية عنابة أو ولاية سيكلا. كانت عندنا نماذج رائعة، ونشفنا اهتمام كبير بالطفولة في مرحلة الصغر، يعني في الطفولة الصغيرة. هذه المرحلة تعرف أنه دماغ الطفل يقدر يستوعب أكثر من دماغ البالغ ثلاث مرات. يعني ممكن يتعلم اللغات، عنده دقة القرآن الكريم، دقة ملاحظة، يعرفهم بعد الشيء اللي يكون قدام الطفل. يعني حتى تصرفاتنا احنا الكبار لابد علينا أن نحددها في أننا نكون، لأنه هو راح يرفض هذا التصرف. إذا كان تصرفنا مليح قدام الطفل هذا راح تسجل وترسخ في دماغه، إذا كان تصرف ما هوش مليح أكيد أن الطفل هذا راح يأخذ هذا التصرف على أساس أنه كان من القدوة تاعه وهم الأشخاص الأقرب له. هذه هي أهمية أنه يكون في عمل منذ الصغر، لأنه دائما نقوله أن الأطفال هم صناع المستقبل. صحيح، هم صناع المستقبل، الأطفال صناع المستقبل، لكن حمايتهم وترقيتهم واجبنا. مسؤولية جمعية. مجتمعية أكيد مسؤولية الجميع. أكيد. سيدة مريم شرفي المفوضة الوطنية لحماية الطفولة لدى الوزير الأول، شكرا لك على المشاركة في هذا الموضوع. إذا كان فيه طب شكرا جزيلا، شكرا جزيلا على هذا الإصدار، شكرا لأنه نحييكم كصحفيين، لأنه ملف الطفولة يفتح في كل مرة، كل مرة يكون عندنا مواضيع عن الطفولة. نعود نقول أن الطفولة مسؤولية جماعية، رقم 11-11 موجود لحماية الطفولة. شكرا جزيلا لك سيدة مريم شرفي. إذن مشاهدينا الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية فقرات هذا الصباح، برامج الأخبارية المتواصلة. ألقاكم غدا، سلام الله عليكم.